على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة ودون مبالاة بما يدور في فضائياتها وفعاليات مجالسها ولجانها، تتعرض بنات مصريات لمأساة مؤلمة يتم فيها بيع طفلة في عمر الزهور لشيخ يملك من المال ثروة ضخمة ومن العمر ما يعدل أضعاف عمرها. زواج القاصرات، زواج القاصرات هو الاسم الذي يطلقه المحللون على فعل بشع يمثل نوعا من التجارة بالفتيات يرفضه الإسلام الحنيف وتجرمه المواثيق والأعراف الدولية. هي تجارة رائجة، البائع فيها يبيع لحمه وعرضه، والمشتري يشتري بماله طفلة ولدتها أمها حرة، والوسيط مراكز إجرامية تديرها عصابات محترفة. صفقة قذرة تنتهي بمبلغ مالي يلقى في حجور الأهل أو وجوههم، وعمولة مجزية يحصل عليها السماسرة المجرمون، وزهرة ندية لم تتفتح بعد هي الجائزة الكبرى التي حظي بها رجل غريب لا تربطه بها صلة سوى أنه يمتلك القدرة الشرائية اللازمة. مصر التي عرفت أرضها أول تكريم للمرأة في التاريخ، ثم زادها الإسلام احتراماً لكيان المرأة وحقوقها، وصلت بها الحال إلى أن يبيع بعض فقرائها بناتهم وهم غير مدركين لحجم المأساة التي يتسببون فيها وفي بشاعة الجريمة التي يرتكبونها في حق أنفسهم وحق زهراتهم الندية. تلك مأساة كاملة الأركان، لا نستطيع معها إلا أن نردد مع المبدع أمل دنقل: هي أشياء لا تشترى.